في فبراير الماضي سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية حملة نبض الحياة للتبرع بالدم برعاية ودعم برنامج واحد من الناس والدكتور عمرو الليثي سفير الخير لهذه الحملة، وكذلك الفنان الكبير تامر حسني بصفته سفيرا لخدمات نقل الدم القومية والكابتن أحمد حسن في بادرة كانت هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي. النهاردة أول تلاحم بيحصل مباشر ما بين الفن والشباب المعجبين بالفن إن هم يقدموا حاجة كويسة لبلدهم، فأنا مبسوط بالتفاعل. دكتور عمرو الليثي بقول له مش جديد عليك وبشكرك على الدعم ده وبشكرك على مجهودك اللي بتعمله دايما طول حياتك، يا رب في ميزان حسناتك دايما أنت وكل يعني كل فريق العمل بتاعك، والحقيقة يحترم. أنا بهدي التكريم ده لكل الشباب المصري اللي شارك في أكبر حملة لتبرع بالدم. الشباب المصري اللي عملوه في هذه الحملة شيء يعني بجد يجب أن نشيد به وإن احنا نفخر بشبابنا. بشكر نبض الحياة لأن الحقيقة لولا الفكرة اللي هم تبنوها وأطلقوها ما كناش كلنا شاركنا، هم قدروا إن هم يجيبونا كلنا عشان نتحد في هدف سامي جدا وهدف عظيم جدا، هو الحث على التبرع بالدم وثقافة التبرع بالدم في ظل انتشار مرضى كثر ما عندهمش دم لما بيخشوا في حادثة أو بيمروا بأزمة صحية زي أمراض الهيموفيليا والثلاثيميا. فالحقيقة الكامبين أو الحملة دي حملة عظيمة جدا، أتمنى أنها ما تكونش بس مرتبطة بيوم واحد في السنة، أتمنى أنها تكون مرتبطة طول السنة. إحنا كواحد من الناس لما شاركنا في هذه الحملة كنا حريصين جدا أن إحنا ندعم الحملة بكل ما أوتينا من خبرة في مجال العمل التنموي وفي مجال العمل الإعلامي، والحمد لله كللت كل الجهود نبض الحياة واحد من الناس بالنجاح ومستمرين فيها إن شاء الله. هي حملة شعبية، ما أقدرش أقول إنها حملة قومية لأنها حملة للشعب كله، وده الجمال في هذه الحملة. عشان كده أنا أطالب إنها تستمر حملة شعبية وإنها تنزل لكل الشوارع، تروح كل العشوائيات، كل القرى الفقيرة عشان تحث الناس. في إنسان مش قادر، ما عندوش القدرة إنه يطلع زكاة أو يتصدق، لكن عنده قدرة إنه هو عنده هيموجلوبين عالي ممكن يتبرع بالدم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. فهي دعوة جميلة وأنا سعيد بالتكريم وبهديه زي ما قلت لك لكل الشباب الجميل اللي وصلنا إلى هذه المرحلة المحترمة. والله الخطوات مع نبض الحياة احنا بننسق بعد كده إن الحملة زي ما قلت لك هنحولها لحملة شعبية، هي ليست قاصرة على أحد، هي قاصرة على الشعب كله. هننزل في كل مكان، احنا نزلنا الجامعات، هننزل في الجامعات أكتر، هنروح أسيوط، هنروح إبلي، وهنروح بحري، وهنلف مصر كلها في سبيل حث الشباب، وعندنا شباب رائع وعظيم عندهم القدرة على العطاء بشكل كبير جدا. المهم إن نديهم الفرصة. سعيد إن الواحد يكون موجود وبيتقيم في عمل خيري، ده طبعا أكيد شيء بيسعدني. أنا بقول ده دور كل نجم النهاردة، إنه لازم يكون له دور اجتماعي، دور يخدم بيه المجتمع. ربنا دانا محبة الناس عشان نستغلها في ده. الهدف الأساسي كان للحملة إن هو التوعية بمخاطر عدم التبرع بالدم، والناس اللي بتموت عشان مش لاقي كيس دم، والناس اللي بتضطر تلجأ لمنظمة الدم عشان تشتري كيس دم بشكل مبالغ به عشان تعيش. طبعا احنا فخورين طبعا بعدد من الشركاء اللي ساندونا ودعمونا، من غير جهودهم ما كانش ممكن حاجه من دي تحصل. طبعا مؤسس واحد من الناس والدكتور عمرو شخصيا كان اول ناس، يعني اول ما كلمنا الدكتور عمرو ورحب قوي ودعم قوي وبدا يساعدنا ويشجعنا ويمشينا خطوات كمان عشان نسرع اكتر من الموضوع ده. النهارده تكريم للضيوف ومنحهم درع ولقب سفير الخير وسفير الامل للمؤسسه بصفاتهم داعمين للشعب المصري، وبصفاتهم كانوا من اكبر الناس اللي ساهمت في النجاح اللي المؤسسه عملته في احد المبادرات بتاعتها. كان من اهم الناس بصراحه كان دكتور عمرو الليثي، كان من الناس القاده بجد اللي قدروا ان هم يقودوا معانا المشروع وينجح جدا، وكان هو شريك، هو مش ما نقدرش نقول عليه ان هو داعم لان هو كان شريك رئيسي في الموضوع، وكان قائد من ضمن القاده اللي كانوا موجودين، قائد رئيسي طبعا وقائد عظيم للموضوع. الحمد لله المبادره نجحت وان شاء الله المبادرات اللي جايه المشتركه هتنجح اكتر واكتر باذن الله. اليوم تضع مؤسسه نبض الحياه درع الامتنان بين يدي شركاء الخير لهذه الحملة تكريما لمجهوداتهم في تحسين الصورة الذهنية لدى الشباب المصري عن التبرع بالدم وسد عجز بنك الدم. طبعا بشكر كل الحضور والإعلام المصري العربي اللي معانا النهاردة، وبشكر كل الناس اللي ساهمت ووقفت جنب الحملة. والنهاردة عايز أقول إن هو الفن بشكل واضح جدا ازاي اثر في حاجه ايجابيه لخدمه بلدنا وخدمه اهالينا. فعلا موضوع التبرع بالدم ده حاجه كبيره جدا واهالينا كلهم محتاجينها،
محتاجين ان احنا يبقى عندنا اكياس دم كتير، لان انا شفت مواقف كتير محزنة بسبب الموضوع ده. مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، بس عايز يعني خلونا نفرح بشبابنا المصري العظيم اللي تكاتف وعمل الحملة الكبيرة دي، هم اللي يستحقوا التكريم النهاردة. وبشكركم كلكم، وان شاء الله مكملين دايما، واتمنى مرة جاية يبقى في اعداد كبيرة من الفنانين ولاعيبة الكورة والاعلاميين. لو اتحدنا اكتر من كده اعتقد ان احنا هنحل ازمات كتير قوي ان شاء الله. بشكر جدا المتواجدين وجميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين الموجودين من كافة القنوات التلفزيونية والصحف اليومية والاسبوعية والمستقلة. وانا عايز اقول لكم النهاردة ان احنا الحقيقة سعداء جدا بالتكريم وسعداء بنجاح الحملة، لكن احنا بنعتبر النهاردة بداية جديدة. اولا انا اسمحوا لي انا كمان اشكر جدا النجم الكبير تامر حسني والكابتن الكبير احمد حسن على الجهود الكبيرة اللي عملوها بجد، لان نجاح الحملة يعود الى تضافر مجموعة من كبار المبدعين في مجال الفن والرياضة والاعلام عشان خاطر ننجح ان نصل بالحملة دي للشارع المصري. عندنا نوايا كثيرة جدا ايجابية في حياتنا، لكن مش عارفين نوصلها للمواطن. الحملة دي بتؤكد ان الشباب المصري بخير، لان حجم الاقبال الكبير اللي حصل من الشباب المصري تستحق ان احنا نهدي هذا التكريم للشباب المصري اللي تبرعوا بالدم. تحية تقدير واحترام لكل شاب مصري. ويمكن انا بشكر جدا الحقيقة، لان لولا يعني يجب ان نعطي الفضل لاصحابه نبض الحياة. نبض الحياة هم اصحاب الفكرة، احنا كواحد من الناس تلاقينا مع اصحاب الفكره مؤسسه وبرنامج، ولقينا ان نبض الحياه عندهم افكار تنمويه محترمه جدا. مصر محتاجه لهذه الافكار في هذه الفتره. فكره البذل والعطاء للتبرع بالدم لغير القادرين، التبرع بالدم لمرضى الانيميا والهيموفيليا، مرضى الحوادث او مصابين الحوادث، الحقيقه مجهود كبير قاموا بيه نبض الحياه. انا بشكرهم بحييهم، وعايز اعلن النهارده ان احنا مستمرين في هذه الحمله وبنطلقها النهاردة بالاشتراك ما بين واحد من الناس ونبض الحياة وسفراء الخير النجم الكبير تامر حسني وكابتن أحمد حسن، حملة شعبية للتبرع بالدم حتجوب جميع محافظات مصر من إبلي لبحري عشان نحث الناس فيها على التبرع بالدم. ودي حملة مش هتكون مرتبطة لا بأسبوع ولا بشهر، لأن أعتقد أن مريض الدم أو المحتاج لدم محتاجه طول السنة. فأرجوكم، أنا بدعو جميع أجهزة الإعلام كمان أن هم يكونوا شركائنا في هذه الحملة، وبدعو المزيد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين أن يكونوا سفراء لينضموا للنجوم الكبار اللي كانوا معنا. بشكركم جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله. كل الشكر طبعا والتقدير لكل الاعلاميين اللي جايين يغطوا الحدث ده، لان اعتقد ان هم ليهم دور كبير في نقل يعني في نقل الحمله، لان اكيد بدون دورهم اعتقد الامور كانت هتبقى صعبه بالنسبه لنا شويه. ولكن خليني اقول الاول طبعا اوجه كل الشكر للنجم تامر حسني وطبعا الاعلام الكبير الدكتور عمرو الليسي، لان اعتقد ان هم كمان قاموا بمجهود كبير. أنا بقول إن دايماً ما يميز النجم هو إن نجوميته دي يستغلها في الأعمال الخيرية، في الأعمال اللي هي تخدم المجتمع وتخدم الوطن. فأعتقد إن دي النجومية الأكبر، مش النجومية إن هو أنا بعمل اسم وبعد كده خلاص أنا بختفي، لأ، عليا دور اجتماعي جديد. السعادة الأكبر اللي أنا طبعاً سعيد وتواجدي مع النجوم اللي موجودين، إن إحنا النهاردة بنتكرم لهدف، هدف إنساني وهدف خير وهدف لعمل الخير. فأعتقد إن إحنا تجمعنا النهاردة كلنا عشان ومؤسسة أكيد نبض حياة. يمكن أنا كان ليا الشرف قبل كده والدكتور عمرو الليسي من حوالي 8 سنين إحنا كنا سفراء لمنظمة الصحة العالمية للتبرع بالدم، والنهاردة تاني من بعد 8 سنين أو بعد 9 سنين بنتجمع تاني لحملة أنا أعتقد هي الأكبر، وأتمنى إن هي تستمر، لأن يمكن الدكتور عمرو قال إن هي عايزينها حملة شعبية، عايزينها الأهم من إن إحنا وصلنا لرقم وإن إحنا حققنا رقم إن إحنا نكمل الحملة دي، لأن زي ما قال تامر الهدف إن إحنا بنخدم أطفالنا الصغيرين، بنخدم إخواتنا، بنخدم أهالينا، لأن كل واحد فينا أكيد في يوم من الأيام بيبقى محتاج للدم ده. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نكمل الحملة، ومش بس وصلنا للقمة، لا، نفضل موجودين عليها بمشيئة الرحمن.
واستمرارا لجهود مؤسسة واحد من الناس، أعلن الدكتور عمرو الليثي وشركاء الخير استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، حيث ستجوب محافظات مصر لحث الشباب على مشاركتهم بالتبرع بالدم لصالح مرضى الهيموفيليا وثلاسيميا البحر المتوسط، حيث أن التسجيل في جنس هو البداية وليس النهاية.